يا شهرنا الميمون يا ضيفا له وجه بأنوار التقى يزدان. أقبلت يا شهر الصيام فأقبلت بك راحة في النفس واطمئنان. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وطابت أيامكم ولياليكم بالفرح والمسرات. أناس في المجتمع يستيقظون قبل صلاة الفجر لأداء مهام عملهم، يفترشون الأرض ويتعرضون لأشعة الشمس في الظهيرة وللبرد القارس في الشتاء، لكنهم يقومون بعمل جبار لا يستطيع أحد منا أن يقوم بهذا العمل، إنه عامل النظافة أو بما يسمى بمهندس البيئة. هؤلاء لابد أن يكون لهم في المجتمع تقدير وفي القلب مكانة من الاحترام ومن الإجلال ومن التقدير ومن التعاون معهم في سبيل ما يرتقي بعملهم، إلى أن نصل جميعا نحن وإياهم إلى مصاف الدول المتقدمة. لا يفتقدون إذا مرضوا ولا يفتقدون إذا ماتوا. لماذا؟ لأن نظرة المجتمع قد تكون لهم نظرة سلبية. تخيلوا معي أن عامل النظافة يغيب يوما أو يومين عن الشارع أو عن الحي الذي يحمل فيه القمامة أكرمكم الله وأجلكم الله. تخيل معي هذا الموقف، كيف يكون الحي وكيف يكون الشارع الذي كان يمر منه عامل النظافة، كيف حاله قبل المرور وكيف حاله عندما لم يمر عليه. هنا في هذه اللحظة يجب أن تكون وقفاتنا وقفات صادقة مع هؤلاء بتقديرهم واحترامهم وعدم رمي المخلفات من نوافذ السيارات، وعدم أيضا رمي الزبائل في الأماكن الغير مخصصة لها. هذا هو التعاون الإسلامي، وهذا هو الدين الإسلامي الحنيف الذي حثنا عليه ديننا وأمرنا به لكي نتعاون مع الآخرين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل عمل صالح. يا شهرنا الميمون يا ضيفا له وجه بأنوار التقى يزدان. أقبلت يا شهر الصيام فأقبلت بك راحة في النفس واطمئنان. لما يهل هلال حسنك يهتدي غو ويندب حظه الشيطان، غو ويندب حظه الشيطان.